طشقند مع الهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، موسم 2014-2015. اللقاء في انتظار بداية شوطي الأول، وهذه تشكيلة لوكوموتيف التي تظهر أمامنا على الشاشة. الشكر والتقدير للزميل العزيز أحمد خليل في الاستديو الخاص بهذا اللقاء مع ضيوفي الكرام. الهلال يدخل ونصب عينيه بأن بالنسبة للهلال هناك طبعا تشكيلة هلال تظهر، طبعا خالد شرحيلي في حراس المرمى، ياسر الشهراني، كواكتا هي ودياغاو، عبد الله زوري، محمد جحفلي، سعود كريري، نواف العابد، سلمان الفرج، سالم الدوسري، وتياغو نيفيز. في طبعا الغياب هناك هو غياب ناصر الشمراني الذي تواجد مع في انتظار ايضا التوقيت الصحيح والتوقيت الدقيق لبدايه المباراه. هنا مع صفره امير محمد الماليزي حكم اللقاء بداية شوط المباراة الأول، لوكوموتيف موسكو أو لوكوموتيف طشكند الروسي. وبالمناسبة يعني هو على نفس لقب الفريق الروسي لوكوموتيف، يعني على نفس سليم مستغيث كان معادي الكرة، والكرة عرضية عالية كانت تخلص وخطيرة كانت في التسديد أيضا لصالح لوكوموتيف. ما تزال الهجمه للفريق الاوزبكي والتسديد العرضيه، الكره تتخلط من دفاع الهلال وتخرج الى خارج ارض الملعب الى رميه جانبي. الهلال في المركز الثاني بنفس النقاط، لعب اربع مباريات، فاز بمباراتين، تعادل في واحده وخسر واحده، سجل لعبه خمسه اهداف وعليهم هدفين بفارق اهداف موجب ثلاثه بالنسبه للهلال. هنا محاوله من سالم والتسديده الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب جاءت التسديده ممتازه مباغته ومباشره من سالم الدوسري، اللاعب صاحب 23 سنة، صاحب 20 مباراة دولية وهدفين دوليين. سالم ممتازة كانت المراوغة والتسديدة وحتى مفاجأة حارس المرمى بهذه اللقطة، لكن الكرة إلى في المنتصف من سلمان الفرج بهدوء وبإتقان وبتميز كبير بالنسبة لسلمان في هذه في هذا الموسم. كرة بالتمرير لعبد الله الزوري، عبد الله الزوري ترك كرة على طرف منطقة الجزاء ويحاول باتجاه المرمى مباشرة لكنها سهلة لحارس في عام 96-97 مع بلاك بين روفرز، بعد حتى لعب مع شيفيلد يونايتد في 99. كرة عالية لصالح لوكوموتيف لكن الكرة تخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى. الانتقال كان طبعا مع الانتقالات الشتوية من الفيصلي للهلال لمحمد جحفلي، والكرة طويلة في الأمام والرأسية ممتازة من نيفيز، ولكن أيضا في وجود راية وتسلل، لكن ذكاء أيضا من نيفيز في تسديد الكرة المباشر. هذه عادة مرة أخرى، وإن كان الكرة فيها تسلل لكن لم يكن هناك كرة تصل هلالية. نلعب في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة متعادلة بدون أهداف بين لوكوموتيف طشكند والهلال. كرة ملعوبة ممتازة إلى نيفيز، نيفيز يحاول يخلص والتسديد، تصطدم الكرة في المدافع لكن التمريرات ممتازة كانت وساهمت فعلا في تفكيك خط دفاع فريق لوكوموتيف، والتمريرة الهلالية جاءت من سالم الدوسري إلى تياغو نيفيز، وتياغو نيفيز يسدد. يعني التمريرة اللي كانت من نواف العابد لسالم الدوسري، فتح الزاوية بشكل ممتاز سالم، والتمريرة كانت إلى تياغو نيفيز والتسديدة تصطدم. كرة لصالح الهلال، سلمان الفرج إلى كواك تايهي. تمريرة ممتازة والتقدم في الأمام الآن أيضا، محاولة من سالم، سالم الدوسري يمر بشكل ممتاز، سالم يحاول يمر، سالم والتسديدة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، لكن أداء ممتاز من سالم. هذه كرة الثانية، الأولى جاءت بتسديدة كانت مباشرة ومباغتة لحارس المرمى، هنا الثانية جاءت بعد مراوغة مميزة من سالم بعد تمريرة أيضا من تياغو نيفيز. شوف مراوغة فيها قلب الدفاع، وكان سليم مصطفيف أيضا في اللقطة الماضية، ولكن التسديدة كانت باليسرى غير متقنة وإلى خارج أرض الملعب. يعني تيتش، كرة مقطوعة من عبد الله الزوري مع تياغو نيفيز، بالفعل الكرة إلى عبد الله الزوري مرة أخرى، يحاول يتقدم ما زال يحتفظ بالكرة، الكرة إلى نيفيز، نيفيز لعبد الله الزوري، كرة في العمق ولكن لم يفهم. 119 مباراة دولية مع المنتخب الأوزبكي، سجل خلال 10 أهداف تيمور كبات. كرة إلى سليم مصطفي،
تصل محاولة تسديد من بعيد لك الكرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح مين. هناك أيضا ركلة حرة مباشرة للاعبين في حد صد البشري، ملعوب الكرة مباشرة في المرمى لكن خلصها بشكل جميل خالد شراحيلي يبعدها إلى خارج أرض الملعب وإلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح لوكوموتيف طشكنت. الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول، كرة في التنفيذ مع الرمية الجانبية، حكم اللقاء يطلب نيمانيا يعني تيتش المتقدم في هذه اللقطة وأيضا محمد جحفلي يطالبهم بالهدوء وعدم الشد والجذب داخل منطقة الجزاء. نفذ الرمية الجانبية عالية داخل منطقة الجزاء أيضا لكن الكرة تتخلص إلى خارج أرض الملعب، لكن تياغو نيفيز لم يسجل بعدها في دوري أبطال آسيا. عموما الكرة يجب أن لا تكون مباشرة، بالفعل هي كرة عرضية عالية إلى القائم الثاني، إعداد كرة ممتاز، كرة أمام المرمى وسعود كريري يحاول سعود كما افتتح التسجيل في الرياض، كاد أن يفتتح التسجيل هنا سعود كريري في اللقطة الماضية. إعداد كرة ممتاز كان من دياغاو وسعود كريري حاول في هذه اللقطة الكرة إلى خارج أرض الملعب مع تواجد أيضا عدد من المدافعين وإلى ركلة مرمى. معها أيها الأعزاء يطلق حكم اللقاء أمير محمد المليزي صفرتهم على النهائي سبورتس. شكرا للزميل أحمد خليل في الاستوديو الخاص بهذا اللقاء وضيوفها الكرام. هنا صافرة حكم اللقاء أمير محمد الحكم الماليزي تعلن بداية شوط المباراة الثاني. شوط المباراة الأول في لقاء لوكوموتيف طشكنت والهلال السعودي انتهى بتعادل الفريقين بدون اهداف. شوط المباراه الثاني يبدا بحثا عن الاهداف، بحثا عن التاهل المبكر، بحثا عن ضمان التاهل مع وجود لطف الله تورييف، تيمور كابادزي، ساردور مارزييف وسنجار حميدوف، اكرم علييف. وهذه الكره نتابعها لصالح لوكوموتيف طشكنت، محاوله من الناحيه اليسرى الان تصل الكره الى اكرم علييف كان في هذه اللقطه الكره عرضيه، كره على قوس منطقه الجزاء بتمر من امام ياسر الشهراني خطيره والتسديده ويخلصها ممتاز خالد، ممتاز خالد شراحيلي كانت المفاجاه بالنسبه للهلال ولكن ايضا تنويع اللعب هو المطلوب كان والمهم وخالد شراحيلي هنا يخلص هذه اللقطه. الهجمه ما تزال لصالح لوكوموتيف العرضيه لكنها سهله سنذكرها الان ولكن بعد هذه الركلة ركنية. نيفيز كرة عالية عند القائم الأول أيضا خاطئ من الدفاع كوكتيه يأتي مع التسديدة إلى خارج أرض الملعب. المباراة الأول عندما أدخل الخبير تيمور كابادزي، هذا كابادزي يأتي بالتمريرة كرة في الناحية اليسرى لجاسور حسنوف عرضية كرة تصطدم في الدفاع كانت أن تخالط المدافع أيضا كرة تعود مرة أخرى ما تزال الهجمة محاولة من الناحية اليسرى عرضية عالية ولكن كرة تعود ممتازة من شوكت ملعوبة من تيمور كابادزي إلى الناحية اليسرى عرضية بجسر حسروف والمحاولة بالتسديد جاءت أيضا من مارك بيكمايف. شوط ثاني أكثر حماسة، شوط ثاني مع سبع دقائق الآن تمر من زمن شوط المباراة الثاني نتيجة متعادلة بدون أهداف لكن الحركة أكثر الحماس أكثر ظهرت 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الثاني نتيجة متعادلة. يا سلام مرور ممتاز من تياغو نيفيز يحاول أيضا مرة أخرى إلى سالم التمريرة والعرضية ناحية نيفيز أيضا مرة أخرى العرضية ممتازة كانت من ياسر الشهراني تفاهم ممتاز الكرات البينية الخطيرة والجمل التكتيكية ممتازة موجودة لصالح الهلال. الكرة عموما تعاد ملعوبة عرضية عالية إلى القائم الثاني وخالد شراحيلي ينقذ الهجمة. خالد شراحيلي خلص الكرة الخطيرة من أكرم علي أكرم علييف في اللقطة الماضية. هذه عادة مرة أخرى بالكرة العرضية اللي كانت لصالح لوكوموتيف من جسور حسنوف مرت من الدفاع مرت من دياغاو وتيمور خوجة عبدو خليوف. سالم الدوسري تقدم سالم تقدم سالم ممتازة الكرات في الحلول الفردية مهمة جدا والتمرير العرضية من بين نواف العابد وبين سالم الدوسري لكن أيضا إكراموف كان في المكان المناسب لاستلام هذه اللقطة. العمق والدخول من العمق كان والاختراق من العمق كان مهم جدا بالنسبة لسالم الدوسري في اللقطة الماضية
لكن ايضا الكره البانيه لم تكن بالشكل المتقن من نواف العابد. هنا تعود الكره لعبد الله الزوري، الزوري يحاول يتقدم في الامام مع عبد الله داخل منطقه الجزاء، ما يزال يحتفظ بالكره عبد الله الزوري، ثياغو نيفيز، نيفيز يحاول التسديد والكره في المرمى من نواف، هدف اول، هدف اول للهلال، هدف لصالح الهلال من نواف العابد. جاءت التمريره الاماميه من الناحيه اليسرى لصالح الهلال من نواف من عبد الله الزوري، وتمريره ممتازه لثياغو نيفيز، ثياغو نيفيز حاول وضع الكره بشكل جميل ايضا من فوق حارس المرمى، خطف الهدف جاء مهم جدا لصالح الهلال. شوف كره عبد الله الزوري وثياغو نيفيز يضع كره تصطدم في عرض المرمى، والاكمال ياتي بشكل ممتاز من نواف العابد. من نواف العابد ياتي اكمال هذه اللقطه، ونواف كره في المرمى، هدف اول لصالح الهلال، هدف ياتي في الدقيقه الثانيه عشر من زمن شوط المباراه الثانيه. هذه كره نيفيز الاولى جميله جدا، محاوله اسقاط الكره ايضا من فوق حارس المرمى. نواف لم يكن في موقف تسلل ابدا، كان بعيد في اللقطه الماضيه، وهنا الفرحه مع احتياطي الهلال مع الفريق الاوزبكي. سليم مصطفيف الى سانجار حميدوف، لطف الله تريب عرضيه، حاول التسديد من بعيد لكن ما تزال الهجمه والتسديده، والكره بجانب القائم، كره بجانب القائم تمر لصالح الفريق الأوزبكي، والكرة إلى ركلة مرمى. التنفيذ والتسديد المباشر عالية تماما، نيفيز سجل في مرمى هذا الفريق في المباراة الأولى، هنا يحاول في المباراة الثانية ولكن تسديدته كانت قوية. سون سامسونج الكوريا الجنوبي بهدفين مقابل هدف واحد أيضا. خطأ للهلال، كرة ملعوبة عالية، إعداد كرة ممتاز، سلمان الفرج والكرة تصطدم في عرض المرمى، إعداد ممتاز كان في اللقطة الماضية من محمد جحفلي، وسلمان يسدد باليمنى هذه المرة ولكن الكرة تصطدم في عرض المرمى، كرة تصل لكواكتاهي، كواكتاهي داخل منطقة الجزاء يحاول تمرير الكرة، اللاعب المدافع والمدافع الكوري صاحب 33 سنة في اللقطة الماضية كان يحاول، هنا نواف العابد، نواف يحاول لعب الكرة العرضية، نواف بالكرة العرضية، الأرضية السهلة أمام خوزستان الإيراني والأهلي السعودي والأهلي الإماراتي. هذه إعادة لكرة سلمان الفرج الجميلة، اصطدمت في عرض و13 لعب في التصفيات الأولى قبل المجموعات، وأيضا في 2014 يشارك الآن في المجموعات لأول مرة كما ذكرت هذا الفريق. هنا محاولة هلالية، عبد الله الزوري والتسديد، هدف ثاني، هدف ثاني للهلال، وعبد الله الزوري يتقدم يكمل تألقه كما صنع أو كان له بدايات الصناعة في الهدف الأول، هنا يكمل ما صنعه فعلا ويقدم هدف ثاني، وتأتي الانطلاقة وهدف ثاني يطمئن كثيرا التأهل للهلال، ويطمئن كثيرا الحصول على نتيجة هذه المباراة. الكرة كانت أمامية جميلة، والهدف الذي يأتي في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الثاني، تمريرة ممتازة جدا من نواف الى عبد الله الزوري، عبد الله يضعها على يمين حارس المرمى ماميور اكراموف، لكن شوف نواف العابد بطريقه جميله وقراءه رائعه يعطي عبد الله الزوري كره. ايضا فيصل درويش الى ارض الملعب، وخروج تياغو نيفيز، ركله حره مباشره، كرة إلى سردار مرزييف، مرزييف يلعبها إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى يوسف السالم. نواف العابد بعد ما أدى دور ممتاز استعاد فيه الكثير من أن الزعيم هو من هو كبير آسيا في تواجده وفي حضوره وفي أيضا مبارياته في تحقيقه للانتصارات، المباراة رقم 80 لآسيا للهلال في آسيا تحضر تشونما الكوري مع بوريام اليونايتد التايلاندي. هنا كرة محاولة لصالح لوكوموتيف والانفراد، والكرة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، أخطر الكرات تظهر بالنسبة للوكوموتيف طشكنت كما ظهرت مع بداية شوط المباراة الثاني. دامير
كوياسيفيتش، لكن التمريرة والله كأنها أيضا كان كوياسيفيتش متقدم على آخر ثاني مدافع، لكن لسامراس غياب لعبد العطيف ولعبد العزيز الدوسري، لكن لا يوجد هناك من لاعبي الهلال بعد عودة سلمان الفرج وعبد الله. والكرة في المرمى، هدف، هدف أول، هدف أول للكوموتيف، يأتي في الوقت بدل الضائع، جاء بعد تسديدة وبعد أيضا إطالة حكم اللقاء لزمن المباراة، جاء تأتي التسديدة وهدف أول عن طريق تيمور خوجة لاعب البديل، لاعب الهجوم تيمور خوجة. هناك ياسر الشهراني، هناك يوسف السالم، خالد الكعبي ونواف العابد اللي عليهم بطاقات صفراء، لكن بعد عودة سعود كريري وأيضا سلمان الفرج، هذه البطاقة الأولى على دياغاو في خلال هذه البطولة. عموما هنا يطلق حكم اللقاء صفيرته على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة، الهلال هدفين، هدف لفريق لوكوموتيف طشكند الأوزبكي، بذلك يصبح للهلال 10 نقاط في صدارة المجموعة حتى نهاية اليوم. بالنسبة للقاء نادي السد القدري، تمنياتنا بالتوفيق للفرق العربية المشاركة في دوري أبطال آسيا، مبروك للهلال، حظ أوفر للفريق الأوزبكي.